ترجع كرة من البولي سامبو جونيور رضا رجع الديفونس لفريق الوداد سامبو تزيد فرصة و هدف أول للهداف بولي سامبو جونيور المهاجم السنغالي بتسديدة قوية لا تصد ولا ترد يقول أنا هنا أنا هداف الدوري الاحترافي أنا هداف فريق الوداد جماهير فريق الوداد تمر محاولة بولي سامبو جونيور كل قوة يودع الكرة في الشباك كان صعب وصعدا على سفيان بن رحوم اعتقد من الكرة اللي لاحظوا الطريقة باش مشات اللي في الزاوية يعني عند اليسرى لمرمى الحارس سفيان بن رحوم إذا النتيجة تغيرت لفائدة فريق الوداد هدف للا شيء لفريق الوداد وبولي سامبو جونيور اللي رفع الرصيد ديالو من أهداف 12 هدف وحتى الآن غير راضي على الأعضاء ديال اللاعبين خصوصا بأنه كيلعب كيعرف أنه فريق قوي فريق منظم هو فريق الوداد حمزه اي تعلل كيلعب كره في اليمنى محمد اونجم اللي مؤيد اللافي هذه فرصه 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 سيف الدير مورا يتمكن من وضع كره في الشباك هدف ثاني لفائده فريق الوداد بطريقه ممتازه وبذكاء كبير من سيف الدير مورا يضع كره في شباك الحارس سفيان بن رحوم هدف اللي كيجي أمام فريقه السابق لاحظوا من جديد سيف الدين مورا دخول داخل منطقة الجزاء لاحظوا يعني خارج القدم تمكن بإمكانها تشكل خطورة على دفاع المرمى الحارس سفيان بن رحوم جلاء الدودي هي السعيدة للتنفيذ جلاء الدودي كيلعب كرة مباشرة فرصة ثالث لفائدة فريق الوداد كانت تسديدة قوية لجلال الدودي تدخل حارس سفيان بن رحوم كان هناك المتابعة وبالتالي الكرة في شباك الحارس سفيان بن رحوم تابعت المحاولة تعبت كرة بقوة لاحظوا الكرة اعتقد مرة أخرى بنيران صديقة الحارس سفيان بن رحوم يتمكن من تدخل لمساس الكرة عند اللاعبين وبالتالي